هلا بننتقل لمادتنا التالية وبنبقى بأجواء الانتصار وفرحة الشعب السوري اللي ما اقتصرت على دمشق أو المحافظات السورية بل أيضا للجاليات السورية كان لها النصيب الأكبر من التشجيع لمنتخبنا الكبير واللي بنتمنى له دائما كل التوفيق نسور قاسيون. أكيد الجالية السورية بدبي وبحماس كبير عم تترقب مباراة المنتخب السوري نسور قاسيون أمام المنتخب الأسترالي، ووجه بدوره السوريين كلمات طبعا من خلال زميلتنا هالة السعدي اللي رصدت الأجواء. خلونا نتابع مع بعض. اكيد بنتمنى الفوز ان شاء الله للمنتخب، ان شاء الله موفقين يا رب ولسه في امل. ان شاء الله نحن قلبنا معكم وكلياتنا معكم وان شاء الله بتفوزوا يا رب، وان شاء الله بعيد الامن والامان لسوريا باذن الله. الله معكم وكلياتنا معكم، 23 مليون سوري معكم. شعب ناطر فرحه، كلنا ناطرين الفرحة، وبإذن الله ما بيخيبنا، وثقتنا كبيرة برجالنا، بإذن الله منصورين.